العمار يوسف تعاونية الأخوين سيد غازي لتربية النحل وإنتاج العسل وتسويقه. حنا تنشاركوا في هذا المهرجان الدورة الثالثة في مدينة مكناس. مهرجان مزيان الحمد لله، وتنشكروا الوالي مكناس فاس على هذه المبادرة هذه، والحمد لله كان إقبال في هذا المهرجان. العسل كاين انواع بزاف، كاين بخنو، كاين الليمون، كاين الخروب، كاين عندنا الزعتر، كاين السدر، كاين الخزامه، يعني كل نوع تيتميز عنده المميزات ديالو. كي جاك المعرض هذه السنه؟ معرض مزيان هذا العام. كاين شي اقبال؟ كاين اقبال على العسل، والمنتوجات مزيانه، وكاين اقبال على العسل. وكتقول الساكنه مكناس تنقول الساكنه مكناس تتجهوا للمعرض، كاين حويجات زوينه، كاين ما يتشاف، يجيو يزوروا المعرض، راه كاين شي حاجه زوينه. شكرا.